من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. من يعني مو كل، لأنه إذا كل كان يقول المؤمنون، قال من المؤمنين. المؤمن له إطلاقان، إطلاق بمعنى أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، وأن يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإطلاق يشمل المؤمن العميق ويشمل المنافق أيضا. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين وإلى آخر الآية، قرأها رسول الله على هند، وهند لا شك كانت منافقة، وإلى أن ماتت كانت منافقة، ومع ذلك أطلق عليها المؤمنة. المؤمن العميق هذا أيضا على قسمين: مؤمن استوعبت نفسه الإيمان، ومؤمن عادي. الآن الإطلاق المتعارف على المؤمن هو إطلاق بالمعنى الثاني مو بالمعنى الثالث. المعنى الأول المؤمن اللساني يشمل المنافق أيضا، الإطلاق الثاني المؤمن الذي ليس منافقا لكنه في نفس الوقت لم يستوعب الإيمان عمليا. المعنى الثالث المؤمن الذي استوعب الإيمان عمليا، يعني أنه مؤمن. الإطلاق الحاضر غالبا يطلق المؤمن على المسلمين، على المصلين، على الصائمين، على القائمين، على القانتين، على المتصدقين، على المستغفرين، على الباكين، على المتضرعين، على القارئين للقرآن. هذا لا شك نوع كبير من الإيمان، لكن ليس هذا الكل، وإنما معنى الإيمان الاستيعابي، يعني كيف نفسه وروحه حسب مفاهيم الإسلام. هذا الشيء هو الشيء المفقود الآن في غالبية مسلم العالم. مؤمنون، صائمون، مصلون، قائمون، متهجدون، يصلون صلاة الليل وما أشبه، لكن هل قولبت حياتهم بقالب الإسلام؟ هذا هو الشيء المفقود على الأغلب الأكثر، وهذه هي النقطة التي كانت سبب انبعاث المسلمين، وهي النقطة التي سببت جمود المسلمين في تركها. وإلا المؤمن هو المؤمن. لماذا 800 مليون مسلم في هذا اليوم لا يعملون شيئا، وبينما في زمن رسول الله وفي زمن علي وفي كثير من الأزمنة الإسلامية كانوا يعملون كل شيء؟ الفارق هذه النقطة: الإيمان الروتيني أو الإيمان العميق. مع العلم كلاهما مؤمن، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، وكلا وعد الله الحسنى. كلاهما مؤمن، هذا مجاهد وهذا قاعد، كلاهما مؤمن، والله يقول هذا أفضل من ذاك، مع العلم بعد ذلك يقول وكلا وعد الله الحسنى. لكن سبب التقدم ذاك، الشيء الذي نفقده نحن الآن والذي نحن بحاجة إلى إسكابه في النفوس، هو الإيمان الذي ينفعل مع النفس ويتفاعل مع النفس ويكون الإنسان ملونا بلون الإيمان. هذا شيء نادر واقع، وهذا هو الشيء الذي يجب أن نوسعه في الناس.